طيب الحاجة التانية اللي أنا عايز أكلمك فيها، حضرتك النهاردة انتشار صور الظلام ضحي وهو بيحط حجر الأساس الوهمي وهو لابس الفانلة العار اللي كان لابسها دي، فاكر أنت؟ أول حاجة بس عشان لا لا، أنا بس عايز الأول أسألك في حاجة. كم هقول لك على حاجة مهمة يا عم، لحظة، كمل يا بيه، كم مليون اتلم واتسرق على الصورة دي؟ يا بيه، أنا عايز أسمع منك حاجة. يا بيه الرخامة اتسرقت ومعرفناش نرجعها. يا بيه أنت بتتكلم في إيه؟ إحنا لازم دلوقتي نعمل هاشتاج البحث عن الرخامة. في أستاذ عبد الناصر، شفت أنت الصورة بالفانلة اللي هو لابسها دي؟ كان عامل حجر وحاطط فيه رخامة، الرخامة اتسرقت مش لاقيينها. ابحث عن الرخامة. ولد عايزين دلوقتي نعمل هاشتاج اين الرخامه؟ انت بتتكلم في ايه يا استاذ عبد الناصر؟ استاذ ما بيفكرش في استاد ولا فرع جديد، فين الرخامه؟ الرخامه اتاخدت يا استاذ عبد الناصر، مش لاقيين الرخامه، بتتكلم في ايه انت؟ انت والله ده ابلغ رد. اين الرخامه؟ وناس مجانين يا عيني. بص يا استاذ عبد الناصر، كان كل عضو بيتحصل منه على ما اتذكر 220 جنيه او 230 جنيه. واخد بال حضرتك؟ تم تحصيل لمده 3 سنين لانشاء فرع 6 اكتوبر. فين فرع 6 اكتوبر؟ اتحط في اوضه ما اتحطش في حاجه. يا بيه حجر الاساس والرخامه مش لاقيينها. الرخامه اللي اتحطت في حجر الاساس مش لاقيينها.